السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور والعافية. وسامحوني غفلت عنكم البارحة غفلت عنكم. وقت بتلاحق عمري حاليا بسير بنزل اتريق، لاني تقريبا باجي ساعة ونص عني خلص تيم الريوق مال الفندق. ومصدراتنا نفس التيم مال الدراسة في الامارات، نفس التيم في الدراسة في مصر، فعلى اساس اليوم علي عنده دوام. وقال بييني على من عقب الساعة واحدة بيترخص وبيي. أنا ما أريد مدير مدرسة ويترخص، إيش قال؟ يقول مدير مدرسة في ذم تجار صدق لو شر. أنا أول مرة تراني أسير أتريق في مطعم هذا زيتون اللي خبركم عنه، ما كنت جربته. كل يوم علي يستغل أسمي ويسير لهم. استقبال أول ما تيجي هو هذي هاكل يوم في وين كان كيك وما كيك الأشياء هاي يعني. ماريوكم تين وكيوي وكل الفواكه اللي الموسمية هي على حسب الموسم يحطون ريوك وجبانهم تحيد بعد المصريين قمر تدل وقمر مدري شو كل ما تشتهين ما شاء الله يعني جبن هوش وزب انواع واجبان وكل غطرة الغنية هذا قوم فول هذا حدث ولا حرج من كل ما تشتهي النفس مدلعين عمارها ماشي نوع فول في الدنيا ما مسوي ترى ما صار طعميتهم بعد غير المونة يعني كل شيء هذا سلكشن كامل زيتون ماشي نوع زيتون في الدنيا العودة ولا حجم ما موجود عندهم بعد ترى كل واحد باسمه وانا ما انتبهت حق الاسامي كل واحد باسمه ماشي نوع اللي محطوط عبد على حسن أهم الجبن اللي في مصر اللي هي الجبن القريش واللي هي هذه القشطة البلدي القشطة عايز تاكلها كويس يعني تاخد معها فطير القشطة لازم فطير قشطة في مصر يبقى خلاص انت كده مصري كده خلاص اوكي هذيك الجنسية ان شاء الله توكل على الله ليه لا ما تكترليش من الفطير حتى ولا بعد وحده بعد تصيرونه هاي فطير عسل هي حتى عسل الفطير مشلت في المخصوص يعني بس ان شاء الله هيعجبك لان هو مش دسم قوي ان شاء الله زين لازم القشطه هاي اليوم فطاري انا كله مصري بمصري يا سلام هذا حار ضو دخل يعني هذه اصوله لازم يعني القشطه البلدي لازم مع الفطير المشلتت والعسل هذا يقول لك فطير مشلتت وعسل وقشطه البلدي يا سلام سلام جبنة شو؟ هاي جبنة قريش أيوة يا سلام سلام شكرا بارك الله فيك شكرا اليوم أبوي دنيا دامرة هذا أبوي البيض والفول والطعمية كل أبوي فاتريج غرب الله تعلي المصري تارك اليوم أبوي متهني هو متهني زاد مقيل ما يجيني للضحى العالي يجيني كلها يبا يرقد من كثر الصراط ولا مشرب من ماهم ما يسلم من حماهم طعمية وطماط فيها بسونة ضربة ويسرطون لقمتهم وحدة واللي يقولكم ان هالدهر كله كنا ناكل فول هذا غلطان ابوي الفول يوم اذا بتاكله تعال ابوي كله عندكم هني في هالبلاد زبدة غادي ما تجلس تغمس فول ويا خبز لا قطيعة تخبيزة شي على نفس طريقة الماشوة الصغيرونة وخاشو قدبها للعينها وينك اللي ما تضيع يقولكم الفول مالهم غير ها شوف شرات الكريمة غدي شفت الكريمة شرات الكريمة يعني شيء غريب عجيب لا صار ولا استوى دوما أكلت عند اليمنية عند الفلسطينيين عند اللبنانيين لكن شراتها وكلت عند المصريين من مليون سنة لكن شرات هذا ما تشطعمت لي في الزيتونة في البيت روحي عندنا في بيتنا يخدمونه ثلاث أربع نمونات يسوونه لكن هالنمونة ما تشطعمت أنا أكذب ما في أكذب شو القسم هذا اللي وراي هذا قسم كيف مثل الليوان هو كان مقبرة هذا كله خاص للعوائل للعائلة يعني اللي يبون روحهم ينعزلون حد كني مرة لو تفرحصة راحت في النهر لكن بعجامات وين بتفرحصة ما شيء فرحصة أبوي هم عادي خبيزات فريش انت والله يفش بارك الله فيك يا سلام وهي ترى والمكان اللي أنا فيه هذا كام كبرة كل اللي يشتغلون فيه ريايل كلهم ما عدا المكان هذا اللي وراء
قهوتي ايه دي؟ مانو دوب. اه حلو. يا سلام يا سلام. شيركم المطعم التشرين الحين اثرني انا ابويا من وقت الواد وابويا توهم من الحين وساير عزمه تتوافد. انا مصبحينهم صباح الله خير. يسدك الا المنظر ها؟ ما انت تريقها وانت تواجهها الا على المراكب الا على الدنيا على اني والله انها شرابه اللهم لك الحمد. هذا ها وين توني كنت متفيزر وهذا ها الاطلاله ها هذا في جراند حياه وهاك المريدين الاولي. شوفوا كل انسان على حسب شو حاط في مخه بيظهر من البلاد يبي يتكشف يتمشى بينبسط يبي يديك على العرب يقر في بيت ولا يظهر. قطر 100 100 رقم واحد صل انت عسل 100 100 شكرا على الخدمة. مكان ولا أروع قمة الجمال وهالمطعم خبرتكم عنه هنا. هذا بعد مطعم ثاني ها أول ما تدخل يكون على فويه الزيتونة بعدها من غير بعد جلسة مال شاي مال شقاي شيء. شو بقولكم شراغة وفنان البلاد وكل شيء زين وكل غاوي وكل فنان اللي توني ظاهر منه زين زيتونة وهذا بعد يلسى من غير كان خبرها وهذا ها مطعم هالمطعم الإيطالي صح؟ مطعم إيطالي أيوة ادخلها مطعم الإيطالي ماله. شو بقولكم الناس كلها تصيح منه كل هالعرب تصيح منه. هذا المطعم من زمان مفتوح يا رئيس. كملي إيه؟ كمله من 10 سنين ما شاء الله. علشان تلقط حجز في المطعم الإيطالي اللي عندهم هذا يعني يبالك حجز قبلها بيوم لو يومين. لكن المكان ولا أروع ما شاء الله شيء جميل. ومجموعة الفناء المطاعم الموجودة داخل الفور سيزن هايل كم من 1-4-5 من أجمل وأحسن المطاعم في مصر كامل. طلعوا على الإنترنت ويب سايت مالهم وشوفوا تشيكوا شوفوا الإعجاب في المنظر والخدمة ونوعية الأكل جميع المطاعم الموجودة. كورهم فنان هالمطعم هذا الإيطالي شيء خيال يعني وايد فنان كل ما فيه فنان أكيد عاد لا بد ولا عذر منها. عاد هاي الوحليل هم هنود ساكنين مشاهد حجراتي لكن البيو مالهم مشاهد البنيان وطلبوا مني يبون يصورون عندي بحجرتي ما خالفت أنا هذا. من يو وحليلهم بعدهم تورست جايين ضيوف سياح يعني سياحة ومن يو هم ياسين عارف شرخ صور هو ربيعه وفرحاني فقط مشاهدي حجرتي واستأذنوا وعاد مني وقلت لهم ما عندي مشكلة جدني توني ظاهر وياهم الريوق قلت لهم ما شيخ لا يبهم المنظر فقارة ليش البحر يفرح كثر من إيجبت؟ You been here before? No, this is the first time. ما شاء الله. كل يوم اصور فندقي وكل يوم اطري اسمه وكل يوم كل شيء اسوي عنه وبعد كل دقيقه تجيني مسجات شو اسم الفندق عجيب سالفه.
وايدين عتاهم يسألوني علي وين وعلي وين علي وين هذا أبوي علي ها ها بشروبة من يا وهي لبس صلوات ما أدري استغفر ما شو مسوي خاري من دخل علي سيد صار يصلي وغامضن الريوق اليوم عاده هو متغمض بس إلا على الريوق ولا بهاين علي حتى ما برايم حتى ينش حتى ضامر بطنه ضعف اليوم لأنه ما تريق يا ربي يا ليمان ما كثرة من ساعة هو ياسي روشع أحيدر الركعة فيها ركعتين سجدتين وينش هذا أربع سجدات سوى ما ثلاثة أيام صلي أنت أنا مش بصلي زيك قصر ها أنا بصلي الأربع ركعات ما شاء الله ها أنتوا في مصر صلون أربع؟ هو إحنا عندنا في مصر بس الأربع ولا إيه؟ يعني يمكن تزيدون أنتوا بعد يمكن غير؟ أنتوا شراتنا أربع ركعات الظهر؟ الظهر أكيد عندنا بس؟ هي أنتوا كل شيء مخالف عندكم؟ لا أنا مش الدرجات دي مش المفروض يعني إيه أقعد الحين بغيت صاحبك دوم حاسبك اليوم صح ولا لا؟ طبعا زين الحين أنا وين مطرشنك؟ رايحين نجيب ركبة طرشينك يعني بعتنك تجيبه مش ركبه هذا اللي يلبسون على الركب وين يعو لا هاي يحطون على الريول ويا الريول يعني انت كم ماخذ فلوس عن البارحه 250 زين ليش احنا جايب اللي 200 علشان نحط 30 جنيه تاكسي ليش عشان قلت لك علي ما تاخذ ولا بيزه حرام مش حرام ما شو عاطنك 250 جايب اللي 200 شو هاي اخوات تحسبوا هاي آخر مرة تخف من فلوسي لا دي يعني احنا ما فيش فرق بيننا ليش؟ ليه أنا وانت اخواتي يعني هتخوني يعني؟ تخاوت علي كل كلاب الضالة علي أنا الحين بروح الجيم لمدة ساعتين وبيك انت شو بتيس تسوي؟ هريح شوية لحد ما تيجي ما نمشي كثير بالليل إن شاء الله عاد أنا الحين أبوي بسير الجيم لمدة ساعتين ومن عقب الساعتين بنرمس إذا الله جعلنا من الحيين وهذا ها دي تشوف ما شي دسس في مخباه شو دسس؟ توني أعمل أن هذه ما ينضرى بحينه رقت له ما رقت لا ما قاليش نوم خالص شذاب وهالي ناخر منه من شخرت جماعة لا من عند الباب الباب كبرى يرتي يا مش للدرجة